التجربة؟ هي أنا البنت اللي مشيت. ما بنت مشي. إيه البنت اللي دي كابلان بقى. لا دي كمان. طيب نلخص كده سريعا اللي قلناه المرة اللي فاتت بس على أساس التجربة الجديدة يعني. بنقول برضو المطلوب مننا إن إحنا نعمل إيه؟ مجموعة البرفورمانس كيرفز الخاصة بالفرانسيس تيربي. نبتدي أصلا بنوع الماشين اللي إحنا بندرسها. إيه الفرانسيس تيربين دي؟ دي أولا إيه؟ نوعها إيه؟ رياكشن ماشي راديال او ميكسد صح بس يعني مثال الشكل ده ويصغر لنا كده تقول انها راديال بيقول يعني ميكسد بتاخد حجم ايه اكبر شويه يعني حتى بتتسال بس الكلام ده في البامب اكتر ممكن تشوف بامب من بره كده يقول لك دي راديال ولا ميكسد ايه شكلها عامل زي بلور يعني الفرق ما هو نفس الامبلر يعني بتاع التربينه هو نفسه بتاع البامب بس الفلو بيتعكس يعني في البامب بيتسحب من هنا وبيطلع يتجمع في الاسبار الكيسنج كده هنا العكس بندخل في الاسبار الكيسنج يتوزع الروتر يخرج من هنا تمام فالفرق بين الميكسد والريديال كنظر يعني كحسابات طبعا معروف ودي معادلاتها بتختلف حاجه بسيطه والدايمنشنز والكلام ده كله انما اقصد كشكل هتلاقي ان الريديال كومباكت شويه حجمها هنا ايه شارب كده شويه يعني التجربه اللي في المعمل هناك هتشوفها هتلاقي البامب موجوده كده تسحب من البايب هنا والماسورة عمودية عليها. طب لو شلنا البامب دي هي ريديال. لو شلناها وجبنا ميكسد هل الكونستراكشن الداخل والخارج هيختلف؟ مش هيختلف. يعني برضه هيبقى السكشن كده والبايب برضه عمودية كده هتقولي أصل الميكسد بتخرج الفلويد كده مايل مش 90 درجة. أنا مش دعوة بالخروج أنا بعد ما الفلويد يتجمع بخرجه في ماسورة إيه؟ ها؟ عمودية كده على الأكسيس بتاعي. تمام بس اللي يفرق الريديال من الميكسد ان كون الروتور بتاع الريديال شارب كده 90 درجه فالحته دي بتبقى ايه بتبقى كومباكت شويه تبقى رفيعه تمام انما الميكسد الامبلر جواه هيبقى مايل شويه كده فمحتاج الكيسنج من بره يبقى عامل ازاي يبقى كبير شويه الحقيقه في هنا اتفضل انا ما بتيجش الكلام دكتور ايوه يعني ورق مكتوب قال لي مش عارف اقول لك ولا هو قال لي هو ده بتاعه وري له كارت اي حد خلاص هاخده وادبسه في ورقه الغياب واسلمه للدكتور بس انا عاوز اليمين عشان اللي بعت عليه حاجه مش ده مالك ولغايه اخر السنه انا مسدد ان انت حاضر بكارت يجوا اخر السنه اعترفوا بالكارت يبقى انت حاضر ما اعترفوش يبقى انت اكلم مورا دلوقتي بس احنا بيس ده يا باشمهندس واخدين انا هبعت مسج انا مش مطالب ايه انا بتكلم على في تعليقات معينه دي ريديال ولا ميكسد دي ميكسد بقى بص هو حجم بيبقى كيس الرايات ضخم ازاي الامبلر من جوه ميكسد انما اللي في المعمل تقريبا نفس الطياره انما دي الحته اللي بره دي فنرجع للفرانسيس تيربين هنعمل اللي هي ريديال او ميكسد ده بشكل عام انما دي واضح انها موديل صغير لريديال فرانسيس تيربين تمام ورياكشن وكمان هيدروليك هيدروليك تيربين يبقى الفرانسيس تيربين از ريديال اور ميكسد رياكشن هيدروليك تيربين لو حبينا نزود مقارنه بالبيلتون فول ادميشن اللي هي عكس مين بارشال ادميشن مش في البيلتون يا جماعه النوزل دي كانت بتخرج الميه في حته بس وبعدين الحته دي الريشه اللي تصادف يجي قدامها هي بس اللي بيتاثر عليها الفورس ده هنا الفلو داخل النوزل ده بقى داخل على ايه سبايرال كيسنج السبايرال كيسنج كله لافف حوالين الروتر فتلاقي جزء من الميه يخش في مجموعه الريش دي الفلو ريت قل عشان في شويه دلق وصح نروح مضايقين الاريا شويه عشان نحافظ على الايه الفيلوستي انها تبقى ثابته تقريبا في خش النفس انا ريش بالظبط كده يعني اصل انتوا يعني خرجتونا من حاجه لحاجه هنقول والله كل حاجه يعني لو بصينا لدي كده دي بالظبط يا جماعه الروتر اللي جوه بس دي كبيره شويه ايه اللي حاصل الفلو بيجي في السبارال كيسنج زي ما قلنا جزء بيدلق هنا تبتدي الاريا تقل 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 لغايه لما توصل الاريا كام زيرو في نهايه الايه يبقى كل الفلويد اتدلق على الروتر يبقى على الروتر ده الروتر بقى اللي جوه هنا ماسك الشافت كده وحواليه الكيسنج اللي مغطي السبارال كيسنج تمام يبتدي الميه تخش ازاي تخش كده 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 هو الفرق بين دي
واللي جوه ان الريشه مش عامله كده. شايفين الريشه دي انا رسمها بالتباشير، ان هنا لو الميه داخله كده الريشه دي تبقى عامله ازاي بقى؟ شايفين الريشه؟ هوريها لكم. شايفينها انتوا الريشه كده؟ طب ما تروحوا هناك. صور بابو. شايفين الريشه؟ انا بتكلم لو دي عامله كده يا شباب، خلاص تخيل بقى اهو الميه بتبقى داخله ازاي، جايه كده وكده وكده. ينفع الميه تروح داخله في ظهر الريشه؟ بص الريشه عامله ازاي. لا، يبقى الفرق ان الريشه المفروض تبقى معكوسه كده وكده وكده، بحيث تقابل الفلو اللي ايه اللي داخله. بيطلع منين بقى؟ تمام. بعد ما يخش تفتكر هيطلع منين؟ الريش الميه دخلت هنا ما بين الحتتين دول، اهو هيتدلق من هنا اللي هو ادي المخرج بتاعه باكورد فلو دي. تمام. فادي شكل الامبلر بالظبط اللي جوه. موضوع عشان اتفضل، موضوع تصغير الاريا ده فين؟ الاريا بتقل ازاي؟ لا لا لا، بمعنى ايه الاريا بتقل؟ عشان اخلي البلوست ثابت. ده بتاع السوار الكيسي. بص سمك الريديوس بتاع الحته دي قد ايه؟ كبير. طب والريديوس بتاع الحته دي صغير عشان الاستيت. حاسس انه صغير فعلا؟ لو مش واخد بالك بص على دي. طب بص على دي بقى. طب بص هنا مفيش حاجه. بص قافله. بص الحته دي عماله تكبر 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 لغايه لما توصل للماكسيمم دايامتر. دي يعتبر كان استيتور يعني الاوراني. ما هو الاسبار الكيسنج بوظيفه الاستيتور بيوزع الفلو حوالين الروتور، خدت بالك؟ بس احنا في التربينه احنا مش عايزين نعمل الاكسبانشن اللي هو الكبير قوي زي مثلا في الجاز تيربين او في الكمبريسور الديفيوجن، عشان هناك الفلويد كومبريسور، هنا دي ميه. يعني جاست ان انا ايه دخلتها في نوزل كده انا اوريدي سرعتها. فائده السبار الكيسنج ان هو يعمل لها ايه؟ يوزعها خلاص. يعني هو كل الضغط اللي كان جاي عالي او مش كله، جزء كبير منه حولته لايه؟ لسرعه. كانتك انرجي بيخش يروح بيشغل الروتر، انما ستيل في بريشر عالي اعلى من الاتموسفير قبل الروتر، عكس البلتو كان ال بريشر للروتر ايه؟ اتموسفير، خبط وقع برضه بالاتموسفير. انما الاكزيت بريشر اتموسفير، يبقى في رياكشن هنا ولا مفيش؟ ايه تعريف الرياكشن؟ الريشو بتاعه الدلتا بي او الانصال بتشين، الدلتا بي حوالين الروتر على الدلتا بي حوالين الايه؟ الاستيش كلها، الاستيتور والروتر. فالروتور فيه فرق في البريشر ولا مفيش؟ في فرق، انا ما بقولكش احسبه بالظبط بس ليه فاليو هنا، فعشان كده بنقول عليها رياكشن تيرم. ده هيعمل لنا مشكله واحنا بنقيس، يعني الحاجه بقى الزياده عن البلتون ان في مشكله هتحصل واحنا بنقيس، بس هنتغلب عليها باسلوب ما. تمام. طيب بنفس الكيفيه قلنا البرفورمانس كيرف ازاي نحصل عليه، مينلي الافشنسي مثلا مع اي برامتر وليكن الفلوست ريشيو اللي هو دايمنشنز، ازاي اجيب نقط ليها افشنسيز مختلفه. الاول انا بعمل كده ليه؟ عشان اختار افضل ايه نقطه تشتغل عليها التربينه دي للران الواحده. للران الواحده يعني انا مشغل التربينه الهيد واحد وفي دوت واحد، للران ديت جبت كيرف مجموعه نقط، اعلى نقطه دي افضل نقطه. تمام. طيب اضمن منين ان الفرانسيس تربين للهيد اللي داخل لها ده افضل حاجه في الدنيا؟ مجاز لو علينا الهيد شويه يتحسن البرفورمانس، لو قللنا الهيد شويه يتحسن. فاعمل ايه؟ انظر كيرف ثم انظر كيرف. يبقى بنعمل 3 رانز، في كل ران بنعمل الكيرف بتاع ايه الايتا ده عشان اوصل لاحلى نقطه. انما كل حساباتنا في الاخر اللي مطلوبه منك في الريبورت عندي انهي ران في الثلاثه اللي هي الماكسيمم، اللي هي اعلى ران فيهم، اعلى كيرف في الافشنسي في الثلاثه ران. تمام. الله اعلم بقى لما نزود الهيد هي اللي هتبقى ولا الكيرف هيطلع وينزل. يعني يمكن البلتون اعتقد لما زودنا الهيد الكيرفات طلعت، في الفرنسيس مش شرط، خلي بالك انه بيشتغل عند ميديوم هيد. تمام كده. فانا هشوف اعلى كيرف في الثلاثه، الله اعلم انهي فاليو بقى للهيد اللي انا هشتغل عليه. تمام. واجيب اعلى افشنسي بوينت، ودي اللي بقى بصمم عندها الاوبريشن بتاع الماشين. يعني اجيب السبيسيفيك سبيد للنقطه دي، اجيب الفلوس دياجرام وارسمه عنده سوق. ماشي. يبقى نفس الكلام اللي عملناه في البلتون هنعيده مره ثانيه هنا. طب ايه الجديد بقى؟ تعالى نتابع كده الران كانت بتحصل ازاي. كنا حكايه الخطوات بتاع التشغيل ده هنقولها لما اجي قدام التجربه. كنا بنقول بندخل الفلود ببريشر معين، اقيس البريشر كانوا كام؟ 80 120 160 صوت. يعني المهم ان اجيب فروق، يعني مش مشكله مش هتفرق يعني ما تقلقش. فللبريشر ده عايز اشوف البرفورمانس، بشغل يا اما والار بي ام اعلى ما يمكن والتورك اقل ما يمكن، او العكس. ما هم دول التو ليميتس بتوعنا. يبقى الار بي ام عالي قوي والتورك واطي، ده اول نقطه اهي، داخل هيد معين وداخل فلوريد معين. اول نقطه هنقيس ايه؟
قسنا قله بريشر وعوضت في المعادله بتاعه توتال هيد عشان اضيف السرعه فرق البوتنشال. فرق البوتنشال اتغير هنا يعني البريشر هنا بص دي بقت فين مش زي هنا في البيلت. فالمعادله موجوده برضو في الرايت اب بحيث جبنا التوتال هيد اللي داخل للتربينه الجزء بتاع الديناميك هيد اللي هو الفلوست على 2 جي في سكوير على 2 جي اجيبه بعد ما اقيس الفلوريت وبنفس الطريقه اقيس الارتفاع ده يبقى اقيس الفلوريت اقسمه على الديامتر بتاع النوزل يبقى عرفت الفلوست اللي داخل. يبقى جبنا هيد وفي دوت دول ايه الاثنين انبوت رو جي اتش في دوت ده الانبوت ريتد ووتر باور. فين الاوتبوت تورك واوميجا بسجل اول نقطه انا شغلت ولسه في اول نقطه قست الاوميجا الار بي ام والتورك يبقى جبت التورك في اوميجا اوتبوت على رو جي اتش في دوت ده ايه انبوت جبت الاي طلعت 10% 8% دي اول نقطه. عايز اغير بقى اعمل ايه عايز ازود التورك شويه بان انا بزود الايه الماجنتيك فيلد عشان يمسك في الشافت زي ما هو في الدينامومتر عشان اجيب نقطه جديده. لما زودت التورك الار بي ام حصل لها ايه قلت في البلتون كنا بنقيس الار بي ام الجديده والتورك الجديد بس لا هنا مش بس بقى ليه لما اتغير في الار بي ام بتاع الروتر ده تفرمله شويه هيحصل تغيير في ايه في البريشر اللي داخله. ليه حصل تغيير ما احنا اتفقنا ان دي رياكشن رياكشن يعني الفلويد داخل الروتر ليه بريشر عالي ما ينفعش يعدي يروح للاتموسفيريك الا لما يزق الروتر ايه الاول صح ما في فرق بقى ده مقفول اهو حواليه كيس تمام. فانت لما تبطئ السرعه بتاع الروتر يحصل ايه غيرت السرعات غيرت السرعات يبقى غيرت فرق الايه الدلتا بي حوالين الروتر يعني الديجري اوف رياكشن قيمتها اتغيرت للنقطه الجديده. anyway الاكزيت بريشر طول عمره طول عمره الاتموسفير يبقى ليه البريشر يحصل له ايه يعني لو بطأت يعلى شويه غير لي النقطه. طب انا عايز ارسم كيرف اللي كونستانت هيد ايه الحل يبقى في حاجتين هيتغيروا هم مش الهيد بس مش البريشر بس ده كمان الفي دوت ما انا لما بطأ التربينه هخنق الفلو هيخرج اقل صح. ايه بقى الحل في الطريق الحاله دي وانا اصلا الفانوس بغير ايه بس نعم عشان بغير الانبوت دلوقتي احنا الانبوت الاتش والكيو ثابت للران الواحده ثابت تمام وبدلت بشوف منها بغير الاوتبوت هنا هنا نغير اللي هو التورك واوميجا جينا هنا نغير اول نقطه بس نغيرنا لقينا الالت او الانبوت اتغير اتغير ليه زي ما قلنا عشان دي رياكشن عشان الفرانسيس دي رياكشن تيربن فالدلتا بي حوالين الروتر اتغيرت طالما السرعه بتاع الامبلر اتغيرت اتغيرت الاكزيت طول عمر اتموسفير يبقى القله علي علي او قل حسب ما احنا زودنا ولا قللنا يبقى غير لي في مين في قيمه الهيد نعمل ايه نقلل يبقى احنا كل نقطه جديده نغير في التورك او الاوميجا لازم بايدينا بقى نعمل ايه نفتح او نقفل الفالف عشان نرجع البريشر لنفس القيمه اللي احنا عايزين نعمل عليها الكيرف تمام كده. يبقى انا ايه الموضوع مش سهل اهو هتقول انا غيرت نقطه اوعى تغير وتقيس ما هتتغير لانك هترجع تعدل في مين في البريشر عديت عشان يوصل يفضل ثابت عند مثلا 80 يبقى احنا اتحكمنا في ان احنا نثبت البريشر. تفتكر الفي دوت هيفضل زي ما هو لا هو مش هيتغير كمان ايه يعني انت تغييرك او فتحتك للفالف رجعت البريشر لقيمته انما الفي دوت ما رجعش لقيمته يبقى ايه الحل في الفي دوت اقيس الفي دوت الجديد. يبقى احنا في ثلاث حاجات بقى بيتغيروا مش حاجتين مش تورك واوميجا ده تورك واوميجا وفي دوت الرابعه اللي بتتغير انا برجعها لقيمتها يبقى ثابته مع كل قياس هنغير مع كل تغيير للاوميجا والتورك بقيس الفي دوت الجديده. التغيير بسيط يا جماعه بس هنقيسه. طيب احنا برضو في الاخر عايزين كيرف اقول ان الكيرف ده لما كان الهيد بكذا والفي دوت بكذا ينفع نقول الفي دوت بكذا ينفع ازاي ان احنا ناخد الافريج فاليو للفي دوت لان كل نقطه ليها في دوت غير الثانيه بس التغيير منه بسيط. يبقى هجمع الاتشات يعني في كل نقطه السبع نقط دول بقيس تورك واوميجا ثبت البريشر بايدي وقست الاتش يبقى لكل نقطه فيه في دوت. طب ازاي اعمل كيرف لكونستانت انبوت باور او لكونستانت هيد وفي دوت اخد الافريج ايه بتاع الاريات السبعه بس الصح بتاع عشان اثبت الفي دوت اصلا نعم الصح عشان اثبت الفي دوت اللي انا عارف الكروس سيكشن اريا
ينفعش تثبت في دول وتثبت في بريشر. هي الفكره بالظبط ان احنا ما نقدرش الاثنين نتحكم فيهم. يعني في الاثنين مع بعض يبقى الهيد بكذا وكمان الفيدوت بكذا صعب قوي. ماشي يا اما تغير بقى التربينه نفسها. فدي النقطه الاساسيه او ده الفرق الاساسي ما بين الشغل بتاع الفرانسيس والبلتو. انما فيما عدا ذلك نفس الكيرفات هي هي ونفس القياسات هي هي، نفس المشكله هي هي، حكايه ان القرايه ما بتثبتش على حال، فقلنا نحاول بعيننا كده نلقط الحاجتين مع بعض لما يثبتوا. اما اقرا اقصى قرايه واقل قرايه، ودي بصراحه مش دقيقه لان فعلا بتفرق، ممكن تزيد الار بي ام 200 300 وتنزل 200 300. حاول تغير بقى النقطه بحيث تجيب نقطه ايه مور ستيبل شويه وانت بتقيس. ماشي، غير كده مفيش. التوب ده عشان ايه؟ قبل ما نشغل بنعمل ايه؟ قبل ما نشغل البامب هاد تمام، نظبط الزيرو ايرور بتاع الفينوتش بروب. دي البروب دي الفينوتش، نقرا الترانسديوسر بتاع التورك، نقرا الزيرو ايرور بتاعه. الزيرو ايرور بتاع البريشر معروف 25 تقريبا، اقل شويه من 25، فالكلام ده كله ايه معروف تمام. طب حد ليه اسئله؟ اي اسئله؟ ما فيش. نبتدي بقى ايه، اروح الناحيه الثانيه عشان نبتدي نشوف. اول خطوه كنا بنعمل ايه يا ريس؟ افتح الباور بتاعك. بنعمل ايه؟ اول حاجه الباور ايه، بصوا شايفين الباور دي اول خطوه. ثاني خطوه الباور بتاع الترانسديوسر، خلاص كده ابتدي اسجل الزيرو ايرور ده. ومعلش في كل ران بعد اذنك، يعني لما تطفي التجربه تعمل الران الجديده سجل الزيرو ايرور لانه بيتاثر برضو عدم دقه في 63%. جميل. ده انا في ميزه حلوه هنا الفرانسيس طبعا، ايه عكس البلتون في الروتيشن. فرانسيس دي هتلف ازاي كده؟ البلتون كانت بتلف ازاي كده؟ تتوقع الرقم ده يزيد ولا يقل؟ هي ايه؟ بص بقى الحلاوه، لان انت ايه، ما هو ركز معايا، لما ده يتشد لفوق هيزيد، لما ده بقى يتزقل تحت هيقل. افرض ارى ناقص، انا مال، انا ليا القرايه الجديده كام بالناقص بتاعتها ناقص القرايه القديمه، باخد الابسوليوت فاليو. ما حدش يقول لي تركي من هي الفرق هنا حكايه الدوران بس يمين ولا شمال، يعني انا باخد الابسوليوت فاليو هي دي التورك نيوتن. يعني لو طلعت لي نيجاتيف اطرح منها برضو بوينت 3. يعني النيجاتيف مثلا 0.2 يبقى التوتال كام؟ 0.83 ابسوليوت فاليو، اضربها في الثابت بتاع الفرانسيس تيربين عشان احوله لنيوتن متر. واضح؟ لا لا، ده مكتوب هنا عشان مش نعم زيرو ايرور بالسالب نجمعه. لو بالسالب ما هو ناقص ناقص تجمعه، يعني خد الفرق ده باشارات، يعني القرايه الجديده ناقص او زائد اخدها واطرح منها القرايه القديمه سواء ناقص او زائد. ماشي، ادي هي محفوظه كمان. طيب عرفنا الزيرو ايرور هنا، واحد يظبط لي الزيرو ايرور ده، واحد يظبط لي الزيرو ايرور ده. انت في امتحان بقى كده بنعمل ايه؟ خلي الصفر على الصفر ونظبط انت الاول. ايوه المعادلة الامبيريكال بتاع التركة مش مهندس في الملزمة؟ امبيريكال الايه؟ المعادلة اللي هي بتاعت التركة مش مكتوبة. لا في معادلة كنا واخدين منها. هو فين؟ انا عايز اشوف الصفر على الصفر ده مش لا لا، ده بتاع الكالبريشن، ده ملوش دعوة بحاجة. استنى على وش المية. مظبوط كده؟ مظبوط. بتعمل ايه؟ هو بتصفر. هو اللي فوق ده بيتظبط على الصفر ده على الصفر وده بتاع العداد ده. نعم يا باشمهندس. ده بيتصفر؟ فين بقى؟ اهو صفر قصاد الصفر. صفر قصاد الصفر، ودي لمسه الميه يا دوب عشان لما تعلق ابتدى اقلع اعلى معاها. خلاص كده؟ قافلين الفالف بتاع الريد بامب عشان نقلل الشنت كارنت. انت ماشي فانس ازاي بتصفر؟ معلش ما خدت اصلا، ماشي بتصفر قصاد الصفر. طب ازاي؟ وماليش دعوه. ما هو بعد ما ثبت هنا بشيل بركب بقى، هي كانت نازله اروح مطلعها اظبطها يا دوب على سطح ايه. اي خدمه كنت هتحط سطح مرة. ماشي، عايزين مجموعه تقيس عند 80 يعني 105، مجموعه تقيس عند 120، مجموعه تقيس عند 140. 80 120 140. انا هبتدي معاكم ولتاكم مثلا اول نقطه ادي الرن اهو.
مين الفالف؟ وانا في الاول بفتح ده واشغل ده ومفيش رن. بص المايه خرجت والروتور ملف بس يا شباب. اهو ابتدى اول تاكل اللي بيجيب الهواء الاول. لا ما هو الروتور ما بيجيبش. بص في مايه خارجه اهي بس المايه مش قويه قوي انها تزق الروتور. فبطل بسرعه. اما لما نفتح قوي بص تبقى الحر. تصدقوا هتبقى زي الفل. شكلها تبقى زي الفل دي. ماشي احنا ممكن نطلع من تظبط عند 105 خلاص. ما الشنطة ب 10. ايه ده ايه ده 105 ايه. لا ده الشنطة ب 20. بس خلاص. ايه ده ممكن نتيجة ان الليكويد جزء اتحول لبابلز وبخار ممكن او ان في هواء داخل مع الايه؟ في هواء مع الماية. بس هو خلي بالك حتى الفي دوت الكافيتيشن ده ممكن ينتج نتيجة ايه؟ ان الفي دوت مش كبير قوي ونتيجة شوت انتوا في الاول الماية كانت خارجة بشوير. السنترفيوجال فورس بتزق الماية فين؟ في الجناب. بتلاقي الحتة الكور ده ايه؟ فضي شوية. ده برضه كافيتيشن بس مش ده الكافيتيشن اللي مضر يعني. لا هو ما هوش تحول لفيبر وبابلز وبيتفرقع على ال... على فكره ده مش صوت الكافيتيشن ده كده كافيتيشن بس مش الكافيتيشن اللي احنا نقصده في الحسابات. نتيجه قللان البريشر ده نتيجه زي ما قلنا المايه ايه. بص كده ها ده ايه ده ما هو فراغات اهي بابلز. ده نتيجه ايه كميه المايه قليله. السويرلي ده بيحدف المايه في الايه سيركمفيرنس اري. اهو اعلو لك اكتر اهو ليه بقى اهو لا ما يأثرش ده على البليد. بص كده يعني هو بيطلع بيتعمل بره ولا بيتعمل على البليد نفسها؟ لا لا بره عند الخروج الماسوره ظريفه. صح صور يا ابني. طب قرب قرب يا عم قرب. ده دي عشان بقى بص لما الفلوريت يملى احنا كنا بنزود التورك. اهو زودنا التورك. بص حصل ايه للتورك قل كده. التورك ازاي؟ من شخص صغير قل. نعم البريشر بتقل. بنزود البريشر. بالظبط خلاص. هتبقى مقرفه شويه في القياسات. حد عمل كيرفات التجربه اللي فاتت عشان لو طلعت وحشه نديكوا ارقام بقى مع مظبوطه شويه. ما ياخد ارقام مظبوطه. لا يعني لازم تعمل شغل بقى. اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة ثلاثة ستة كام؟ ثلاثة خمسة 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 طالع بحث ماشي. انا هغير التورك اهو. طب احنا خدنا اول رن ولا ايه؟ انت خدت رن. طب اظبط بس كده. انا بقى هقرب بقى وخش في الدوام. الناس تعبانه يا عم. حد انا هقعد اظبطها. انت جديد يا جماعه.